الله أي رزية طرقت على آل النبي تشيب كل جنين مثل ابن فاطمة والهداية شرعه وهو المهيمن من بني ياسيني سلبوا سلطان الإمامة فاغتدى يا ويلي وهو الإمام جليس دار شجوني ما زال مضطهدان يقاسي من هموم حنان يا ويلي تطبق سهلها بحزوني حتى قضى صبرا بسم جعيدة في أمر منتحف الضلال أفيني متنخعا قطعا له في الطشت من كبد لا قد ذاب قلب الدين قم وانعل الزهراء موجة قلبيا حسن الزكي بزفرتين وحنيني واكتم حديث الطشت عنها إنها أخشى انخلاع فؤادي المحزوني نوح على الأولاد يا زهر الحزين في كربلاء واحد واحد في المدينة وتفرقوا عنك وصار الشمل تبديد واحد من جعيد قضى واحد من يزيد واحد دفن عندك واحد عنك بعيد قبر الحسن عندك وقبر حسين أويلي حطوا يا زهرة اليوم 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 في بيتك عزية بالدار 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 هذه دار الحسين هذه دار الحسن بالدار ناصبها غريب الغادرية وانتي 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 يا زهرة بالصفايح مختفية ليتك يا زهرة اليوم حالة تنظرين ليتك تشوفين الحسن في صدر الحسين بسند له براحة ويجري دمعة العين والكل منهم حاضن الثاني باليدين ويصيح أمرين قدر الباري عليه آه وإماما وما ربك بغافل عما يعمل الظالمون سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلوات على محمد وآل محمد محمد وآل محمد
وارحمنا بمحمد وآل محمد، وثبت قلوبنا على ولايتهم وعلى البراءة من أعدائهم، واجمع لنا بحقهم خير الدنيا والآخرة، واصرف عنا بحقهم شر الدنيا والآخرة. أول كلمة نذكرها لرسول الله صلى الله عليه وآله في الحديث المشهور: الحسن والحسين إمامان إن قام وإن قعد. هذه الكلمة طبعا فيها رد تلبيس، ما نقدر نقول شبهة، هي أقل من شبهة، تلبيس. إمام يعني منصب من الله تعالى، اختياره من الله. لما يكون اختيار من الله تعالى لا يستطيع أي إنسان، هذا رد تلبيس، أن يقول أن الحسن تنازل عن إمامته. الإمام منصب من الله، وهذا الحكم ليس هو كل الإمامة، هو وظيفة من وظائف الإمام إن مكنته هذه الأمة، وإن لم تمكنه فهو إمام وإن رغبت الأنوف. وربك يخلق ما يشاء ويختار، الله تعالى هو الذي يختار الإمام. مثلا باب المثال حتى نثبت الفكرة أكثر، إن النبي الله سليمان نبي وملك، لو سلب الملك هل تزول النبوة؟ لا، يبقى نبيا لأنه اختياره من الله تعالى. كذلك الإمام الحسن إمام، والحسين إمام إن قام للحرب أو قعد عن الحرب. الإمام الحسن عليه السلام يعيش عالم لا يمكن أن نتصوره بهذه العقول إلا أن يكون التسليم منا فقط. يعني بعضهم لما يرى نفسه أنه لا يمكن أن يصل إلى مقام أهل البيت في أي صفة من صفاتهم، يتواضع ويسلم لهم. البعض لا، إذا شاف صاحب المعجزة يريد يقتله، لأنه يهدد وجوده ويهدد كيانه، ما في فائدة وياه. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. صل على محمد وآل محمد. محمد حتى أنبه الجماعة، بالنسبة لي من 3 أشهر سوى عملية الأحبال الصوتية، والآن يعني بداية قراءاتي أكثر، صوتي إلى حد معين، حتى بعد لا أشغل مستمع لأن المستمع عينهم على الخطيب. بعد في العملية أخذوا إياهم درسين، هذا لما أبرى إن شاء الله أقوم، لأن استعاد حركة من الخطيب، منظر من الخطيب يشغل المستمع حتى أبين الصلاة. صلي على محمد وآل محمد. الإمام الحسن عليه السلام ظهر علمه من صغره متلقي عن رسول الله صلى الله عليه وآله، وهو أحد أمثلة قوله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. من ورث علم الكتاب؟ الذي لا يعرف الكلالة ولا يعرف الأب، هذا ورث علم الكتاب؟ لو الذين قال النبي: إني تارك فيكم ثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحق. الإمام من الثقل الأصغر، هو بصداق لقوله تعالى: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. من صغر الإمام الحسن سلام الله عليه كان يدخل على أمه الزهراء عليه السلام بعد أن يسمع خطبة النبي وأحاديثه ودروسه في المسجد، يرجع إلى أمه يحدثها بما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا عاد أمير المؤمنين حدثته، يسألها: من أين لك هذا العلم؟ تقول: من ولدك الحسن.
تعرف الأب إذا ولد ينطق كلمات كبار يحب يسمعها. قال سأعود البيت قبل الحسن، ثم سليم الذي سمعت من جدك حتى أسمعه بنفسي. أمير ريس رحمه الله عليه سبق الإمام الحسن اختبأ، فالزهراء ما إن دخل الإمام الحسن عليه السلام جميعا قالت حدثني ما الذي سمعت من جدك المصطفى صلى الله عليه وسلم. أراد أن يتكلم فارتج، قال كل لساني وقل بياني لعل سيدا يرعاني. خرج أمير ينضمه إلى صدره، قال ذرية بعضها من. هذا موقف مظهر من علم الإمام الحسن في بيت النبوة، مظهر يظهره للناس بعد انتقال النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الدنيا إلى الآخرة، ويري الناس من هم ورثة علم الكتاب ومن الذين يملؤون الفراغات التي حدثت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من رحلته. كل واحد يملأ فراغ النبي صلى الله عليه وسلم. كان حادثة حدثت، رجل قتل رجل آخر، المقتول في خربة، دخل قصاب كان يلاحق كبش، كبش فرت من بين يديه، دخلت الخربة في يدي سكين ذابح قبلها، مذبوح على الأرض واقف على رأس المذبوح، دخلوا جماعة الخربة قبضوا عليه. أنت القاتل؟ قال والله ما قتلته. أخذوه إلى الثاني، قال ما نصنع بعد، ما يحتاج شهود ولا دليل ولا شيء، سكن في يدك هذا مذبوح اقتلوه. القاتل يسمع، قال إنا لله وإنا إليه راجعون، قتلت رجلا والآن يقتل آخر بسببي. فأفصح القاتل واعترف على نفسه، أقر بما فعل. تحيروا الآن في الحكم، إلى أن جاء أمير المؤمنين عليه السلام معه الإمام الحسن عليه السلام. ما الحكم؟ قال بني علمهم حتى يعرفون من هؤلاء. قال يطلق سراح الرجلين وتؤخذ دية المقتول من بيت المال. لماذا؟ قال كما قتل نفسا فقد أحيا نفسا، والله تعالى يقول ومن أحياها وكأنما أحيا الناس جميعا. ما تقول يا علي؟ قال أحكم بما حكم به ولدي الحسن. حتى نبين نقطة مهمة جدا، أنا الآن نقدت قضية تاريخية، وإحنا يمكن ننظر كتب الخام مثل ما نسميها كتب الأربعة روايات، أجي أنا الغير متخصص أقول لك الحكم الفقهي هكذا. ليش؟ لأن سمعت قضية تاريخية أو قرأت رواية؟ لا، الحكم للمتخصص الفقيه يرجعون إليه. إحنا فقط من باب الاستئناس بذكرى البيت فضائلهم نذكر هذا، أما قضية الإفتاء تعود إلى الفقهاء. شبيه هذه القضية طريفة من طرائف التاريخ، حدثت أيام الشيخ الصدوق رحمه الله، صلي على محمد وآل محمد. فضلوا أيام الشيخ الصدوق رحمه الله، دخل عليه رجل، هذا قصاب، قال يا شيخ مضيت إلى بيت صديقي رأيت كلبا خارج من البيت وعلى بوز الكلب بياض مثل بياض اللبن، فلما دخلت على صديقي قدموا لي اللبن فأبيت أن أشرب. لماذا؟ اسأل الشيخ. قال حكمت على اللبن بالنجاسة. لماذا؟ قال رأيت على أبوز الكلب بياض وهذا لبن. قال الشيخ الصدوق لا، اللبن طاهر، انت رأيته يشرب؟ قال لا.
إذا تحكم بطهارة اللبن. قال لا شيخنا، أنا يقين عند اللبن نجس. من وين لك اليقين؟ رأيت بعينك؟ قال لا. دارت الأيام، هذا قصاب حدثت له مثل القضية، إلى حق شات في خربة، واحد مقتول في إيد السكين، قبضوا عليه جابوا إلى الشيخ الصدوق. شنو القصة؟ قال والله يا شيخ من قتلته في إيد سكين إلى حق شات، دخلت الخريبة وراء الشات، هذا مذبوح. أنا قاتل يعني؟ قال لي أول شيء وش تقول في اللبن؟ قال طاهر شيخ من اللبن. حين له بعد يعرف الضربة على رأسه. صلوات على محمد وآل محمد. من علم الإمام الحسن عليه السلام في زمان أمير المؤمنين سلام الله عليه، هذا من الروايات المشهورة. أمير المؤمنين كان من رحمة، رحمة الدار عدة مناطق فيها رحمة. جاء رجل من الشام، أمير المؤمنين يخطب على المنبر، قال يا أمير المؤمنين أنا رجل من رعيتك وعندي مسائل. قال لو لست من رعيتي ولو كنت من رعيتي أو رعيتك لعرفتك، بل أنت مبعوث من فلان بمسائل ملك بني الأصفر. قال صدقت يا أبا الحسن أسأل. فقال الإمام قاتل الله ابن آكلة الأكباد يعلم حقي، هذاك عجز عن المسائل، وأرسل واحد حتى لا يخجل نفسه أمام الأمم الأجنبية ويأخذ العلم من أمير المؤمنين يفتخر به. قال لكن وظيفة أهل البيت يبينون العلم للناس بغض النظر منهم يتمصلح منهم ما يتمصلح. قضية طويلة وعريضة لأهل البيت إلى آخر الزمان يظهر علمهم. شوف الإمام الرضا عليه السلام باب المثال كتب الرسالة الذهبية، مو السلسلة الذهبية، هذاك حديث. الرسالة الذهبية للمأمون، المأمون نفسه احتفظ به ونفسه عابلها ونفسه طبعها ونشرها، انتشر علم أهل البيت على طريق المأمون، والمأمون طالبه. شوف أهل البيت سلام الله على بنظرتهم. الآن قال أريد أجوبة على مسألة. قال سل أحد هذين الشابين الإمامين الحسن والحسين سلام الله عليهم. أشار إلى الإمام الحسن أسأل ذا الوفرة، الإمام الحسن. قال سل. بدأ والإمام الحسن جئت تسأل، شفني علم الكتاب، عن كم بين الحق والباطل وكم بين المشرق والمغرب وما هي المسافة وما بين الأرض والسماء، معنى الرواية، وما عشرة أشياء بعضها أشد من بعض وما قوس قزح. قال هكذا، قال بين الحق والباطل أربع أصابع، ترى بعينك الحق وتسمع بأذنك باطل كثير، وضع يده. بين السماء والبر سماء والأرض مد بصر، ودعوة مظلوم، دعوة مظلوم ليس بينها وبين السماء حجاب، وبين المشرق والمغرب مسيرة يوم من الشمس. قال له وما قوس قزح؟ قال لا تقل قزح، قزح اسم للشيطان، وإنما قوس الله هو علامة للخصم وأمان لأهل الأرض من الغرق. قال وما عشرة أشياء بعضها أشد من بعض؟ قال أشد ما خلق الله الحجر، هذا الشيء، وأشد من الحديد الذي يقطع به الحجر، وأشد من الحديد النار التي تذيب الحديد، وأشد من النار الماء الذي يطفئ النار، وأشد من الماء السحابة التي تحمل الماء، وأشد من السحابة الريح التي تحمل السحاب، وأشد من الريح الملك الموكل بالريح،
وأشد من الملك ملك الموت، وأشد من ملك الموت الموت، وأشد من الموت أمر الله. صلوات على محمد وعلى محمد محمد حتى من طيلة ركض من الوقت. زين، في بعض مسائل الخضر للإمام الحسن. بداية القضية يرويها الصدوق، يذكرها الصدوق، أن أمير المؤمنين في المسجد الحرام متكئ على يد سلمان فارسي، دخل المسجد فجاء رجل له شمائل مميزة، قال: يا أبا الحسن، إني سائلك عن مسائل، فإن أجبت عنها فعلمت أن القوم قد فعلوا ما فعلوا من ظلمك، وإن لم تجب فأنت وهم سواء. قال له: سل ولدي الحسن، هذا وارث عنه. سأله من المسائل: إذا نام العبد أين تذهب روحه؟ قال: إن روح العبد معلقة، فإذا تحرك الاستيقاظ معنى الرواية جذبت الروح الريح، وجذب الريح الهواء، وردت الروح إلى البدن، وإذا لم يأذن الله بعودة الروح إلى البدن جذب الهواء الريح، وجذبت الريح الروح، يموت. قال: صدقت يا أبا محمد. وهنا الفائدة الكبرى في الرواية، لو ما نطلع من المجلس إلا بالفائدة طلعنا بخير كثير، وإن شاء الله كل مجلس مقبول وكل فائدة إن شاء الله. زين، قال: كيف ينسى الرجل وكيف يذكر؟ قال: إن قلب الرجل في حق وعاء، وعلى الحق طبق غطاء، فإذا صلى على محمد وآل محمد صلاة تامة. اللهم صل على محمد وآل محمد. انكشف الطبق عن الحق وأضاء القلب، وأضاء القلب وانكشف الطبق عن الحق، وذكر ما نسي. أعجب الأولى نجرمنا الأولى صلاة مباركة ذكر، تغير روحية الإنسان من الظلمات إلى النور، أضاء القلب. وأن لم يصلي أو لم يصلي صلاة تامة، اللي يريد يقتدي بالأبتر شان النبي وشيل الآل. واحد مسوي له بحث طويل في لا تجوز الصلاة البتراء، وآخر شيء جاب الروايات، جاب الروايات، آخر شيء هذا ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. زلت وانت مسوي البحث إلى منه؟ هذا مسوي البحث إلى منه؟ فإذا لم يصلي صلاة تامة أو لم يصلي أظلم القلب، وانطبق الطبق على الحق، ونسي ما ذكر. فقام هذا الرجل قال: أشهد أن لا إله إلا الله، وطالما شهدت بها، وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على محمد، وطالما شهدت بها، وأشهد أنك وصي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن هذا الحج من بعدك. وعدد الأئمة إلى الإمام صاحب العصر الزمان، وطلع من المسجد. وقال أمير المؤمنين الإمام الحسن: ولي اتبعه. شوف هذا من مضى، قال: لا أدري إلى أين مضى، إلى السماء إلى الأرض. قال: إنه الخضر عليه السلام، كما سمعت من أحد العلماء هذه الرواية، فقهاء أقدر أقول، أن الخضر إذا ذكر في مكان يحضر، ومع البيت هذا الإمام الحسن وارث علم رسول الله صلى الله عليه وسلم، علم المؤمنين. ونخدم بالرواية لما حدثت قضية المهادنة، وصار الإمام الحسن في النخيلة مع أبي سفيان، قال له: يا أبا محمد، إن شيعتكم يقولون أنكم تعلمون الغيب،
ولا يعزب عنكم شيء. طبعا علم الغيب هني بتعليم من الله، ومن دون الله بتعليم من الله تعالى، علم ورثوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وسمعنا أن جدك كان يخرص النخل. كبار السن يعرفون، لكن شنو يخرص النخل؟ يقول لك النخلة كم فيها؟ كم فيها؟ قال الإمام الحسن: كان جدي يخرص النخل كيلا وأنا أخرصه عدا. جدي يقول لك كم كيل في هذه النخل من الرطب، أنا أقول لك كم حبة فيها. لأنه يقول زماننا زمان تكذيب، ونحتاج إلى أدلة أقوى حتى يصدقون. النبي كان لا يكذب وأنتم تكذبون. قال كم في هذه النخلة؟ قال 4,400 بسرات. يصدق هكذا؟ لا، لابد من برهان. قطعوا العذوق وأخذوا عدون الرطب بسرة بسرة إلى أن عدوا 4,300 بسرات. قال الإمام الحسن: ما كذبت ولا كذبت. وإذا عبد الله بن كريز بن عامر، هذا أمير اليمن على حسب ما أتصور، كان في يده بسرة حتى يكذبون الإمام الحسن ويعلمون أنه صادق. أهل البيت يتعاملون مع المغيبات كما نتعامل نحن مع المحسوس. يعلم الغيب لكن ما يضطرب. إحنا لو نعرف مستقبل يخوف الكل، يضطرب الزمن خوفه في المستقبل. من باب المثال، لو عرفنا بالكورونا قبل 5 سنوات كان يمكن بعض مات قبل ما تجي من الخوف من حاته. أهل البيت يتعاملون مع المغيبات كما نتعامل مع المحسوس. وهذا الإمام الحسن يقول: فلانة جعد هي التي تقتلوني. علم الإمام الحسن. قالوا: أخرجها، طلع من بيتك. قال: لا يقتلني غيرها، لا يقتلني غيرها. ويكون لو أخرجتها وطلقتها أبلغ في عذرها. طلقني قتله. ولكن مشوا على حسب أمر الله تعالى. واللعين أوعز إلى جماعة يذهبون إلى المدينة حتى يغروا هذه اللعينة بأن يزوجها من ولده بالأموال. مضت الرسل إلى المدينة وعندهم السموم القاتلة، سموم من الروم جابوا خشنة. وقد سم الإمام الحسن 6 مرات قبل هذا تخلص من السم. أسرع رسل بني أمية إلى نساء، نساء اتصلوا بجعيدة، فرحت اللعينة بهذه الأمنية. وأنا في مجلس قريته من قبل العام يوم 9 قلت لك: عادتي بداية المصيبة نسلم على صاحب المصيبة، وإذا سلمنا خلنا نبدأ بالسلام على الإمام الحسين وعند غاية: السلام عليك يا أبا عبد الله. وإذا سلمنا وخشعت القلوب يقينا يقينا أن الإمام الحسين يرد علينا السلام. ونعرف البعض مو قنعانين بقعدتهم الآن هنا، عيونهم ويا الزوار ويا المشاية هناك، يقول حسرة حسرة، يطالع المشاية ويبكي حسرة كل سنة هناك والسنة هنا. سلمنا على الإمام الحسين، نشوف كربلاء أمام عيوننا، نشوف المشاية، نشوف القبة، نشوف الضريح، نسمع المنادي ينادي: لبيك يا حسين. سمعنا شفنا خشعت قلوبنا. أسألكم: رد عليكم الإمام الحسين السلام لولا؟ تحسس من قلبك رد عليك السلام لولا؟ الحين نسلم على الإمام الحسن، سلم عليه: السلام عليك يا أبا محمد. سلمت عليه، خشعت قلوبكم. بسألكم وجاوبوني، لما يقدر بلسانه يجاوب بدموعه. تشوفون قبة الآن؟ تشوفون ضريح على قبر الإمام الحسن؟ تشوفون مشاية؟ تشوفون مضايف؟ ما أسمع تجاوبني، لو تريد تبكي بس.
ويلي عليك أبو محمد ويلي عليك. شنو تشوفون؟ وش تشوفون الآن؟ وش تشوفون؟ جاوبني. قبر مهدوم وصخرة، حتى الصخرة ما تصلح لشاهد، لا شاهد على القبر. أنا أتذكر يوم ثامن أو ليلة ثامن عند اعتاب على بعض المؤمنين يسوون زفة القاسم وتشابيه، أنا طالبهم أقول لهم ليش ما تسوون مثال وتشبيه لقبر الإمام الحسن؟ ما بيكلفكم شيء، لا ضريح ولا قبة، حصيرة تخلي عليها تراب وحجارة، هذا قبر الإمام الحسن، هذا قبر الحسن، ما بيكلفكم شيء. ذافت اللعينة السم في العسل، ليش؟ حتى ما يتخلص الإمام الحسن من، لأن السم العسل يلج في الدم، وذافت العسل المسموم في اللبن. متوجي عزيزي لولا هذا إمامك ابن الزهرة، إذا توفقنا الزهرة تحضر يا نترى. أويلي أويلي أويلي. وضعت السم، أعدته الإمام الحسن ذاك اليوم، يوم حار صيف وصايم، صايم أبو محمد. دخل على اللعينة أخذت تلاطفه من خداعها، خل قلبك يتحرك ويا كل كلمة، دفعت له الشربة المسمومة، تناولها بأبي وأمي، وضع على شفتين، تجرع جرعات، فاستقر السم في أحشائه، تحركت السموم، حس بحرارتها، قام قائما ما قدر يقعد، وقف، حركت السموم، وضع يده على أحشائه، نظر إليها، قتلتيني فإن الله مخزيك، لن تنالي ما وعدك به. ثم اشتعلت حرارة السموم في كبده، ويلي ويلي ويلي، وقع مغمى عليه. أين الصارخ وحسن؟ عزيزي لازم أقول لك، لازم أقول لك، أنا ما بقدر أصرخ لأن صوتي لا حد، والله متحسر متحسر على أصرخ على أبو محمد، حسرة بقلبي، حسرة والله، من حاد محرم ما قدرت أصرخ على أهل البيت، أنت تصرخ مكاني، أنت تصرخ مكاني. الإمام الصادق يقول اللهم ارحم تلك الصرخة التي كانت لنا، مرحوم مرحوم عزيزي. وأنا أعرف الأرض مفعمة بحب أهل البيت، ما يحتاج الخطيب تعب روحه، ترى أعرف أعرف عيونكم وقلوبكم مع أهل البيت. الله يعودنا وإياكم إن شاء الله، يكشف هالبلاء عنا بحق أبي محمد الحسن. وقع مغمى عليه بأبي وأمي لما اشتعلت حرارة السموم في كبده، قامت اللعينة دفنت الأدوات وصرخت، جاء الهاشميون، ايش صاير على الحسن؟ متغير أحواله، متغير لونه، مغمى عليه. جاء الإمام الحسين عضيده وجلس عند رأسه، ايش صاير على خليصي ابن أمي؟ أفاق الإمام الحسن، حرك شفتيه، قال أخي حسين أسندني إلى صدرك. صور عزيزي، رفع ظهر العضيد وسند إلى صدره، والحسن يحرك رقبته ما يقدر يتكلم، ثم حرك شفتيه، قال أخي حسين علي بالطشت، جيب الطشت، جيب الطشت، جابوا الطشت، مسك رأس الحسن يحرك رأسه إلى أن تقيا دما عبيطا، وألحقه بطائفة من كبده، ضج الهاشميون وحسنا. الحسن مسموم وكبده طاحت، لكن يقول أبو علي شيل الطشت، تحفظون البيت، قلبك حاضر، تقرأ وياي، شيل الطشت. ليش يشيله؟ ليش يشيله؟ عندهم عزيزة، عندهم غالية، ما يتحملون يشوفون دمعتها، ما يتحملون يسمعون نحبتها. شيل الطشت، خوفي خوفي خوفي، الوديعة تشوف، خوفي تنوح. اقرأوا إياي كلكم تحفظون، ومن بجاه يزيد وجدي
هذه وديعة والدي حيدر وجدي ما اقدر اشوف دموعه بخدجري ويالي سمعت ونينة وقبلت زينب تنادي طمطم على الهامة ودمع العين بادي إلا محروق قلبه على الحسد يصرخ في هالبيت تنادي يا أخويا ونتك فتك فادي من شافها ضل يجذب الون خفية الله يرحمكم اللي عطية يقول رحمة لقلب زينب الحسن خفف ونينة لكن شافت مصيبة أعظم هالبيت عليك انت تقرأ صدت ولن تشوف طشت ممتلي دم ممتلي دم 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 شافت قطع كبد الحسن متقطع بسام صرخت فوق الوجه والخد تلطم كبدك يا خويا مقطع وتخفي علي من غالك بسم يا خويا وياضي العين يا حسين خويا استخلف الله مالك معين هذه ما هي كبد الحسن بالطشين يا حسين قالها نعم يا اختي ولكن وش بدي 40 ليلة والحسن عليه السلام لا يفارقونه بنو هاشم وطشت عنده يعالج حرارة السموم ويلي ويلي عليك ابو محمد ويلي عليك يا مظلوم يا مسموم يا غريب الى ان صار في مثل هذا اليوم هذا اليوم هذا اليوم هذا اليوم اللي احنا فيه هذا اليوم والحسن بأبي وأمي قد تغير لونه إلى الخضراء أين المنادي وحسنا بنو هاشم حاضرين عنده وقد أوصى بوصايا وزينب نظرت إليه اعتصر قلبها حزنا عليه تقول أبو علي شوف حالة أخوك حالة خليصك تريدين يا زينب قالت قوم بعجل سند أخوك الحسن يا حسين والله قطع قلبي هالمسجة بلوني يا حسين لا تغفل ترى مسافر عضيدك كني أشوف بهالمرض رايح من إيدك كتر البكا والنوح بعد ما يفيدك بطل الونة وضل علينا يدير بالعين قام الشهيد وعبرته بخد جرية عاين خليص يطوح الونة خفية قال له يا ابو محمد يا خويا قطعت بي لا وين ماشي يا عديل الروح لا وين قال له يا ابو السجاد لا تبكي ولا تنوح أنا على معزة عالج طلعة الروح وصرخة صرخة وانت تضل بكربلي عريان وداعت الله يا قطيع الراس يا حسين وعند احتضار الموت يا الله يا الله يا الله مد يدي ورجلين اصرخ مكاني عزيزي اصرخ مكاني وعرق جبينه سكن أنينه تغيرت الدنيا انفتحت أبواب السماء بنو هاشم يلطمون والحسن ينوم برقبته أغمض عينه وأطبق فاه وفاضت روحه الشريفة وحسنا وإمامه وشهيده مات الحسن مات أخوك أبو علي مات خليصك أبو علي زهراء سيدتي زهراء مات ولادك مات الحسن شا
شالوه 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 وين ودوه؟ مددوه على المغتسل. ومنو بغسله؟ منو بغسله؟ جاوبني منو بغسله؟ العضيد. شالوا ثيابه وشاف ابن امه مدد على المغتسل. كان النبي الحسين يقول هذا خليصي، هذا ابن امي، هذا اللي تقلبت وياه في حضن النبي وحضن الزهراء. يتذكر ايام حلوه كانت مرت عليهم. يوم من الايام الحسين كان صغير يدخل على ام الزهراء: امه فاطمه شمي فمي، هل في فمي رائحتنا؟ تقول: بني نور عيني، ان فمك اطيب من رائحه المسك. يقول: امه مضيت انا واخي الحسن الى جدنا المصطفى، ضمنا الى صدره، قبل اخي الحسن في فمه، استقبلته بوجهي، اعرض عن فمي وقبلني في نحري. هل في فمي رائحة نتنا؟ أنا أسألك سؤال، أنت ما تتحمل تسمع عن دمعة الحسين والزهرة تشوف دموع الحسين أمام عيونه؟ أدمع أخذت بإيده ودت إلى جد المصطفى. الزهرة تبكي والحسين يبكي: ما هذا يا فاطمة؟ قالت: أبتاه، إن قلب ولدي الحسين مكسور. ليش يا زهراء؟ قالت: قبلت أخاه في فمه وأعرضت عن فم الحسين، قبلته في نحره، يخاف متأذي منه، هل في فمي رائحة يشتكي؟ تحاضرت دموع النبي على خده. تسمع الجواب لولا؟ قال: زهراء، بعد أنت تنادي اليوم زهراء زهراء، أقبل موضع السيوف من ولدي الحسين. بعد يريد يطيب خاطر الزهراء يتدخل شاعر يقول: بعد قبل الحسين في فمه، احنا وقبل بثغرة هلت دمعة عيونه، وقالها بعد هالفجعة تسمعيها يا محزونة، يخلوا بطشت راسه ويكسروا بالعصا سنونه، يخلوا بطشت راس 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 هالايام هذي الايام، ويكسروا بالعصا سنونه، صرخت اه واويلي على اولادي حسن وحسين. غسل عضيده وكفنه، والحسن ملفوف بالكفن، اللي ما يشوفه يسلم عليه بيشوفه امام عيونه. ونادى: يا بني هاشم ارفعوا جنازه الحسن. عد رفع الجنازة تشوف ترتفع الصرخات من أحبته وعزته. شالوا الحسن مددوا في سريرة، طولت عليك عزيزي، استاهل أبو محمد. خلوه في السرير، وزينب وين واقفة؟ زينب واقفة مخلية راسها على الجدار. يقول الملا عطية يقول: وعمامة الإمام الحسن على إيد زينب، عمامة الخضرة على إيد زينب. عدت كلمة وياهم وإذا بالإمام الحسين يشوف الهاشميات تكاببن على نعش الحسن. هذه تنادي وحسنا، هذه تنادي وأخا، هذه تنادي وضيعتا. رفعوهم رفعوهم، شالوا الفاطميات، يلا شيعوا جنازة الحسن. مستعد للصرخة لولا؟ مستعد للتهليل لولا؟ وانحنى الرجال على نعش الحسن، رفعوا الجنازة، فارتفعت الصرخات والمنادية تنادي وحسنا. وصرخ زينب تقرأ وياي: سحبوا علي، ريض يا ابو سكنة ابن عش حلو الجهامة، نشروع للتابوت المشكر هالعمامة، سفر الكفن عن غرته تودع اليتامة، ريض يا خويا ذابت قلوب النسامة.
هذا البيت إذا توفقنا فيه صاحبة البيت حاضرة ويانا، مو معذور ما تتصور. ريض يا ابو سكنة بجنازة حلوة الأطباء، مروا مروا أنا يروحون أنا يروحون، مروا مروا يدلون القبر لو ما يدلونه. أنت تدلل القبر لو لا حسن قبره ما هدوم، شفت قبر الزهرة؟ مروا بتابوته على مكسورة صرخة صرخة صرخة، أعيده، مروا بتابوته على مكسورة الأضلاع، خل خل على الروضة خلنا نجد ودودا. لا وين ماشي يا حسن هالسفر؟ لا بعد احرق قلوب ليه من العطية. عريج على قبر البتول، البتول ابن عشبنه، قبره يا اخويا لا تحفر بعيد عنه عنه، دفنا بكترها بلكتي هون حزنه. لا وين ماشي بكعبة الوفاد يا حسين؟ بعد عندي سؤال وبيتين بختم. تصور جنازة نعش محمول وجي واحد يرمي النعش ابن حجرة 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 حجرة، يقبضون على ايدك لعيب، حتى لو بينك وبين عداوة ما ترمي بحجر. لكن جاوبني جاوبني، اشوفك تبكي قبل السؤال، جاوبني لو الجرح المصيبة بقلبك، ايش صار بجنازة الإمام الحسن يوم وصلوها إلى البقيع؟ ايش صار بالجنازة؟ 70 نبلة 70 نبلة 70 70 70 بنعش الحسن والحسين ينزع السهام، ينزع السهام، وكم سهام يشيل أبو علي؟ كم سهام يشيل أبو علي؟ سهام من نعش الحسن، سهام من عين أبو فاضل، سهم من نحر الرضيع. الله يساعد يومك أبو علي. ينادي أخويا موحشة بيوتك علي، والدهر بعدك يا عضيدي خان بي، ما اقدر على طبات المنزل هالعشية، وانظر ايتامك بالكسر يا حملجة. شاقول شاقول لو قالوا يا عمي يا عمي يا عمي، هذا اليتيم لازم يسأل وين أبونا؟ شي البصر لو زينب تلقتني حزينة. آخر شطر ما بقرا غيره، وصرخة هذه صرخة الزلزل ماتم بعيد البيت. شاقول لو قالوا يا عمي وين أبونا؟ شي البصر لو زينب تلقتني حزينة، تلطم على الهامة وتقل الحسن.